اذكر أحد أبطال مسلسل واحد زائد واحد الذي عرض على شاشة NBC العراق. هي اذكر أحد أبطال مسلسل واحد زائد واحد. يلا واحد زائد واحد ها قاسم لا تحكي ما بعدنا ما يعني هو يريد يجاوب بس بعده ما كان انتم من حقكم ما قاعد تكبسون لانه ما قاعد تجيكم الاجابه فلما جت تكبست اوكي قاسم الملاك خلينا نشوف قاسم الملاك نعم مسلسل واحد زائد واحد عرض على شاشة قناة NBC عراق قناتنا اللي الآن تشوفونها من خلالها وهذا المسلسل عرض في رمضان الماضي صح وكان من إخراج الفنان جمال عبد جاسم وإذا أنت تقرر نروح وياكم لو تحول عليهم السؤال نروح وياهم لا إيه الله هيك صرت قوي حماس يلا يلا أخي محمد تفضل أخي سبان ثمانية ثمان أبطال سبعة باقي واحد طلع قاسم الملاك الفنان قاسم الملاك تحية كبيرة للفنان قاسم الملاك وخلينا نشوف الأخ عباس عدي عبد الستار عدي عدي عبد الستار